مساء الخير، عاملين ايه؟ النهاردة هنكمل مع بعض منهج اللغة العربية للصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الأول. هناخد النهاردة مع بعض أول درس في القواعد النحوية. هناخد أول درس في القواعد النحوية اللي هو ايه؟ أقسام الكلمة. عارفين احنا كل كلام بنتكلمه اسمه كلام، كلمة. ايه هي الكلمة؟ الكلمة هي اللفظ الدال على معنى، وهي ثلاثة أقسام. الكلمة يعني لما أنا أتكلم أنت بتفهمني أو أنت بتفهميني، هي اللفظ الدال على معنى. طيب الكلمة عندنا بتتقسم لثلاث أقسام. الكلمة بتتقسم لثلاث أقسام، إيه هما يا ترى؟ يلا مع بعض. الاسم، الفعل، الحرف. تاني، أقسام الكلمة ثلاثة، إيه هما؟ برافو. الاسم، الفعل، الحرف. تعالوا مع بعض نعرف مع بعض أول قسم من أقسام الكلمة اللي احنا قلنا عليه الاسم. أولا الاسم، إيه هو الاسم؟ تعريفه هو ما دل على معنى في نفسه ولكنه خال من الزمن. يعني لما أنا أقول اسم خلاص أنا فهمت معنى الكلمة اللي أنا هقولها، تمام؟ يعني المعنى بتاع الكلمة شارح نفسه. طيب عندنا الاسم متكون من 8 أقسام. الاسم متكون من 8 أقسام. زي ايه مثلا؟ الاسم كلمة تدل عن ايه؟ أول حاجة إنسان، لو سمعنا اسم محمد، مروة، مارك، مينا، إنسان ده اسم. وإيه كمان؟ كلمة تدل على حيوان، أسد، قرد، جمل، فيل، حمار، كل دي حيوانات. كلمة تدل على الحيوانات معناها ان دول كلهم تبع الاسم، تبع الاسم. ايه تاني؟ كلمة تدل على نبات زي وردة، زهرة، شجرة، نخلة، كل دول يدلوا على نبات. وايه كمان؟ كلمة تدل على جماد، يبقى الاسم هو كلمة تدل على جماد زي ايه؟ باب، قلم، سرير، منضدة. طيب ونشوف كلمة تدل على مكان. الاسم هو كلمة تدل على مكان زي ايه؟ مكان شطار، مدرسة، حديقة، منزل، شارع، كل دول يدلوا على مكان. طيب وعايزين نعرف ايه؟ الاسم كلمة تدل على زمان. زمان كلمة زمان يعني تدل على وقت زي ايه؟ شهر، يوم، سنة، عقد. الكلمة اللي قبل الأخيرة اللي هي الاسم تدل على صفة. لما أوصف حاجة أو أوصف شخص أو أوصف مكان، واسع، نشيط، ضيق، كبير، يبقى الاسم كلمة تدل على صفة. وآخر حاجة معانا في الاسم، الاسم كلمة تدل على بلد زي مصر، لبنان، الأقصر، الإسكندرية. يبقى كده دي أجزاء أو أقسام الاسم. تعالوا نحل مع بعض النشاط الأول عن الاسم. بيقول إيه؟ حدد ما يدل عليه كل اسم من الأسماء الآتية. عايزين نعرف كل اسم بيدل على ايه، زي ما عرفناه فوق، انسان، حيوان، نبات، جماد، مكان، زمان، صفة، بلد. يلا نشوف مع بعض. احمد، احمد اسم يدل على ايه؟ صح، انسان. صبورة اسم يدل على، برافو، جماد. الجمل، الجمل اسم يدل على حيوان، شطار. الحديقة، الحديقة ها اسم يدل على ايه؟ عرفنا ايه من كلمة الحديقة؟ شطار خالص. مكان اسم يدل على مكان. الزرع، الزرع اسم يدل على نبات. الفيل اسم يدل على، شطار خالص، حيوان. طيب في الجملة دي، قضيت في الإسكندرية شهرا، كلمة شهرا تدل على ايه؟
ممتازين خالص تدل على زمن. يلا نعرف مع بعض القسم الثاني من أقسام الكلمة. إحنا قلنا أقسام الكلمة كام؟ 3 أقسام: الاسم، الفعل، الحرف. يلا نعرف دلوقتي الفعل. إيه هو الفعل يا ترى؟ جاي من اسمه، برافو عليكم. هو كلمة تدل على حدث يقع في زمن معين. تاني، هو كلمة تدل على حدث يقع في زمن معين. يعني إيه؟ يعني في حاجة بتتعمل في وقت معين، مثلا أذاكر دروسي يوميا، يعني أنا بأذاكر الدروس بتاعتي كل يوم، يبقى ده حدث بيقع في زمن معين. والفعل ثلاث أنواع. الفعل ثلاثة أنواع، إيه هما؟ ماضي، مضارع، أمر. تاني، الفعل ثلاثة أنواع، إيه هما؟ ماضي، مضارع، أمر. طيب يلا نعرف واحدة واحدة فيهم. ماضي، فعل ماضي. إيه هو الفعل الماضي؟ هو فعل حدث وانتهى زمنه. يعني إيه فعل حدث وانتهى زمنه؟ يعني حاجة أنا عملتها وخلصت، عملتها من يوم، من شهر، من سنة وخلصتها، اسمه ده زمن ماضي. مثل لعب، شرب، أكل، ذاكر، سهر، نام، كل دي أفعال ماضية، يعني الفعل اتعمل وخلص وقته. طيب تاني زمن أو تاني نوع من الأفعال، فعل مضارع. إيه هو الفعل المضارع؟ اللي هو الفعل المستمر وما زال يحدث، يعني أنا دلوقتي بعمل حاجة ولسه ما زلت فيها. أنا أهو دلوقتي إيه؟ بتكلم، يعني أنا أهو بتكلم ولسه شغالة في الكلام، ده اسمه فعل مضارع، يعني حاجة أنا بعملها دلوقتي وما زلت شغالة فيها. مثل يلعب، يشرب، يكتب، يذاكر، ينام، كل دي أفعال مضارعة. طيب النوع الثالث من الأفعال هو فعل أمر. فعل أمر اللي هو إيه؟ فعل نطلب من خلاله شيئا، يعني أنا بأطلب منك أو منك حاجة معينة تعمليها أو تعملها، زي إيه؟ العب، اشرب، نام، ذاكر، استمع، كل دي أفعال أمر. يبقى الفعل ثلاث أنواع، إيه هما؟ ماضي، مضارع، أمر. برافو عليكم. تعالوا مع بعض نحل نشاط عن أنواع الفعل. النشاط بيقول حدد نوع كل فعل من الأفعال الآتية. هنقرأ كل فعل وهنفرزه مع بعض إذا كان ماضي ولا مضارع ولا أمر. يلا مع بعض. يسافر، يسافر ده فعل مضارع. اقرأ فعل أمر، برافو. رجع، رجع ايه؟ ماضي، رجع وخلص. ذاكر، ذاكر فعل أمر. يعطي، يعطي شطار، فعل مضارع. صنع، صنع شطار خالص، فعل ماضي. استمع، استمع، استمع فعل أمر. ساعد، ساعد، ساعد فعل ماضي. آخر فعل عندنا يرسم، يرسم، بيرسم، لسه شغال بيرسم، يبقى ده نوع ايه؟ برافو، نوع الفعل المضارع. مستعدين نعرف مع بعض القسم الثالث من الكلمة؟ احنا قلنا كام قسم للكلمة؟ 3. ايه هما؟ الاسم، الفعل، الحرف. يلا هنتعرف مع بعض على القسم الثالث اللي هو الحرف. ايه هو الحرف؟ الحرف هو كلمة ليس لها معنى في ذاتها، ولكن
يفهم معناها مع غيرها من الكلمات. يعني لما اجي اقول حرف واو مثلا هنفهم منه حاجة؟ لا، لكن لما نقول ذهب محمد وعلي الى المدرسة، هنا الواو بين محمد وعلي فهمناها ان دي حرف عطف ربطت بين محمد وعلي. معنى كده ان الحرف هو كلمة ليس لها معنى في ذاتها، ولكن يفهم معناها مع غيرها من الكلمات. تعالوا نشوف بقى حاجات بالتفصيل اكتر عن الحرف. الحرف برضو بيتقسم هو لتلات اجزاء. يلا مع بعض تاني نشوفهم ايه هما. حرف جر، وايه حرف نفي، في ايه تاني حرف عطف. يبقى الحرف بيتقسم لتلات اجزاء، ايه هما؟ جر ونفي وعطف. يلا ناخد كل حاجة لوحدها. ايه هو حرف الجر؟ في نوعين من حروف الجر. حرف جر منفصل، يعني لما نكتبه ما يمسكش في الكلمة اللي بعده ولا اللي قبله. زي ايه؟ من، الى، عن، على، في. كل دي حروف منفصلة. تاني، من، الى، عن، على، في. طب ايه هي حروف الجر المتصلة؟ الباء والكاف واللام. يعني دول الحروف دي لازم نلاقيهم متصلين بكلمة، مش هيجوا لوحدهم كده، ما ينفعش يبقوا مكتوبين لوحدهم، لازم يبقوا متصلين بكلمة. دي حروف الجر المنفصلة والمتصلة. نقولهم تاني مع بعض. حروف الجر المنفصلة ايه هي؟ من، الى، عن، على، في. تاني، من، الى، عن، على، في. قولوها تاني معايا. حروف الجر المنفصلة ايه هي؟ من، الى، عن، على، في. ممتازين. ايه هي حروف الجر المتصلة؟ يعني لازم تتكتب مع كلمة. ايه هما؟ ثلاث حروف، باء، كاف، لام. باء، كاف، لام. تعالوا نشوف بقى ايه هي حروف النفي. نفي، لم، لن، لا. تاني، حروف النفي، لم، لن، لا. اخر حاجة عندنا دلوقتي في الحروف حروف العطف. يلا نحفظهم مع بعض. واو، فاء، ثم، أو، أم، حتى، لا، بل، لكن. معلش هما طوال شوية، نحاول ان احنا نفتكرهم. تاني، حروف العطف ايه هي؟ واو، فاء، ثم، أو، أم، حتى، لا، بل، لكن. تعالوا نحل مع بعض نشاط الخاص بالحروف. النشاط بيقول ضع خطا تحت الحرف في الجمل الآتية، ثم حدد نوعه. هنشوف الحرف فين ونحدد نوعه ايه. يلا بينا نشوف مع بعض. ذهب شهاب الى نادي المدرسة. فين هنا الحرف؟ الى. طيب الى ده ايه؟ حرف جر. اللي بعدها، الجو معتدل والسماء صافية. فين هنا الحرف؟ برافو، حرف الواو. طب ده تبع حرف ايه؟ حرف عطف. الجملة اللي وراها، سأقرأ كتابا او قصة. فين هنا الحرف؟ او. طيب او ده حرف ايه؟ حرف عطف. الجملة اللي بعدها، رجعت الام من العمل. فين الحرف هنا؟ شطار، من. طب من تبع حروف ايه؟ حروف الجر المنفصلة. سافرت بالطائرة. فين الحرف؟ حلو خالص، حرف الباء. طيب حرف الباء من حروف ايه؟ شطار، حروف الجر المتصلة. اهي مسكت في الطائرة، ما جاتش لوحدها. اللي بعده، أكلت السمكة حتى ذيلها. فين الحرف؟ حتى، حتى من حروف العطف. طيب لا أحب الضوضاء، الحرف فين؟ لا،
لا حرف نفي. لم أتكاسل عن أداء واجباتي. فين الحرف؟ لم. لم من حروف النفي. شطار خالص. وفي كمان حرف عطف تاني ولا حرف جر تاني؟ ها شطار، حرف جر تاني اللي هو ايه؟ عن. عن حرف جر منفصل. تعالوا نخلي بالنا من حاجة، ان الجملة في اللغة العربية نوعان. الجملة في اللغة العربية نوعان، ايه هما؟ جملة اسمية وجملة فعلية. تاني، جملة اسمية وجملة فعلية. ايه هي الجملة الاسمية؟ الجملة الاسمية هي التي تبدأ باسم. الجملة الاسمية هي التي تبدأ باسم. وعرفنا ايه هي اقسام الاسم. طيب زي ايه مثلا؟ السماء ممطرة. وايه كمان؟ الطيور مغردة. بدأت هنا الجملتين دول باسم. طيب ايه هي الجملة الفعلية؟ جاية من اسمها برضو، فعلية. يعني ايه؟ هي التي تبدأ بفعل. يبقى الجملة الفعلية هي التي تبدأ بفعل. مثل ايه؟ تمطر السماء. وايه كمان؟ تغرد الطيور. هنا الجملتين دول برضو بدأوا بأفعال. يبقى دول اسهل تعريفين عندنا النهاردة، اللي هما الجملة الاسمية والجملة الفعلية. من اسمائهم، الجملة الاسمية هي التي تبدأ باسم، الجملة الفعلية هي التي تبدأ بايه؟ ممتازين، بفعل. يلا مع بعض ناخد اخر جزء النهاردة في الفيديو بتاعنا وفي الدرس بتاعنا. نشاط بيقول ايه؟ حدد نوع الجملة الاتية. مفيش اسهل من كده. يلا نشوف مع بعض الجملة اللي معانا هتبقى جملة اسمية ولا جملة فعلية. لو بدأت باسم هتبقى جملة، شطار، اسمية. طب لو بدأت بفعل هتبقى جملة فعلية. يلا نشوف مع بعض. اول جملة، فاز العلماء بالجائزة. فاز، فاز فعل ولا اسم؟ فعل، فعل ماضي كمان. يبقى دي جملة حلو خالص، فعلية. الجملة اللي وراها، النيل يفيض بالخير. النيل ده اسم، تبقى دي جملة اسمية، شطار. الجملة اللي وراها، الجنود منتصرون في المعركة. الجنود اسم ولا فعل؟ فعلا الجنود اسم، يبقى الجملة دي جملة اسمية. آخر جملة عندنا، ذاكر دروسك. هنا ده ايه؟ فعل ولا اسم؟ فعل، فعل أمر كمان. تبقى الجملة دي جملة، ها ها، شطار خالص، جملة فعلية. وبكده نكون خلصنا درس النحو النهاردة. ذاكروا كويس عشان تبقوا شطار، واستنونا في شرح درس جديد وفيديو جديد. باي باي.